في مثل هذا اليوم قبل 3 سنوات دخل الصحفي السعودي جمال خاشقجي مبنى سفارة بلاده في اسطنبول ولم يخرج منها. انقطعت أخبار الرجل بدخوله القنصلية التي زارها لاستخراج ورقة قيل إنها لإتمام زواجه. أكثر من 1000 يوم وألف رواية ورواية، وطريقة مقتله لم تحسم حتى اليوم، لكن أشهرها وأكثرها دموية حكاية المنشار. تصدر اسم خاشقجي نشرات الأخبار ومواقع التواصل الاجتماعي خلال الأزمة الخليجية، وبدأ اسمه يختفي تدريجيا بعد المصالحة. في حديث خاص بقناة الجديد تروي حنان العتر وهي الزوجة الأخيرة في حياة خاشقجي تفاصيل الأيام الأخيرة في حياة زوجها. وثقت زواجي بالمرحوم جمال الله يرحمه بشهر حزيران يونيو 2021، هذا خاتم الخطوبة. 2 حزيران 2018 وصلت لواشنطن، كان في انتظاري جمال في مطار واشنطن دي سي ولبسني خاتم الزواج. هذا خاتم الزواج. الزواج لم يكن معلن في الميديا وعلى السوشيال ميديا نظرا لحساسية وضع جمال وما لقيته من بعض المخابرات العربية بعد الخطوبة. تؤكد زوجة خاشقجي وهو ابن المدينة المنورة الذي تنحدر عائلته من أصول تركية أنه لم يكن منشقا ولا معارضا للحكم في السعودية وأنه كان مستعدا للعودة. جمال خاشقجي لم يكن منشق، لم يكن معارض، وكان يزعجه كثيرا بل يحزنه هذا التصنيف. ومن يبذل بعض المجهود من الأخوة الصحفيين ويحضر لقاء أبناء جمال، بحكي على صلاح وعبد الله مع CNN، وكمان يحضر السيدة ليلى الشخلي، لأن السيدة ليلى الشخلي والإعلام العربي السيد جاسم العزاوي زوجها كانوا قريبين جدا من زوجي رحمة الله عليه، ويشهدوا أن الزوجي لم يكن منشق، لم يكن معارض، لدرجة أنه كان يوصل مرات لدرجة البكاء، أنه يحاول أن يصنف أو يصبغ بصبغة أنه منشق أو معارض. زوجي محب لبلده، محب للعائلة المالكة، وفي للبيعة التي أخذها على نفسه. وكان يرى أنه الأمير ولي العهد محمد بن سلمان أنه صغير بالعمر، صحته جيدة، وهذا يعطي أمل في التغيير في المملكة اللي من رأي جمال أن هي في حاجة إلى التغيير. آلاف الساعات التلفزيونية وصفحات الاستثمار السياسي والإعلامي للقضية والتصويب على السعودية، حتى إن تقرير الاستخبارات الأمريكية قال إن ولي العهد السعودي محمد بن سلمان وافق على عملية خاشقجي، ولكن الأمير السعودي نفى ذلك. بلا شك لا. Absolutely not. This was a heinous crime. But I take full responsibility as a leader in Saudi Arabia. تدور أسئلة كثيرة حول دور الاستخبارات التركية وخديجة جنكيز الخطيبة المفترضة لجمال خاشقجي، وهل كان فعلا منتميا إلى جماعة الإخوان المسلمين؟ سيدة جنكيز لا أعرف عنها شيء أكثر مما يعرفه الجميع من خلال التلفاز. سلك الأدوات لأني أنا أقف لحالي سيدي، أننا أفسر ما الأجندة التي خلفها، من الذي يدعمها، لأنه وراها خلفها مكينة إعلام وخلفها جماعات وأحزاب، وأعتقد أن هي التي تحركها وتدعمها. أنا تأكدت من المعلومة سيدي، ولا يمكنني ذكر الإنسان الذي أخبرني به لأنه هو طلب أن لا أذكر اسمه ثانية. أنا تأكدت أن المخابرات التركية كانت تراقب زوجي وكانت تسجل له بعض الجلسات في الأماكن العامة، تأكدت من هذا الشيء. فأنا سؤالي، لماذا لم يحافظوا على حياة زوجي؟ وكان جمال لم ينتمي أبدا لجماعة الإخوان المسلمين، لكنه قريب منهم ولديه بعض المآخذ عليهم ويثني على بعض الأشياء من أداء الإخوان المسلمين. لحد الآن لا أعرف ما حدث مع زوجي بالضبط، إلا أنا متأكدة منه أن أنا لن أرى جمال مرة ثانية، لكني لا أعرف ما هو مصير جمال. على هذا المقعد كان يجلس جمال خاشقجي في منزله بواشنطن الذي يسكنه وزوجته مضيفة الطيران، ومن هنا كان يتحدث إلى وسائل الإعلام. الصحفي المخضرم تنقل بين كبريات المؤسسات الإعلامية وحاور الشخصيات الكبار قبل أن يرحل بطريقة بشعة.
ما الذي يجري؟ هذه علاقات أو لقاءات سعودية تركية متواصلة، ما الجديد في زيارة سمو الأمير محمد بن نايف؟ تمر اليوم ذكرى جمال خاشقجي وتغيب عنها وسائل الإعلام ما عدا صحيفته واشنطن بوست التي خصصت للراحل صفحة كاملة وسؤالا واحدا، أين الجثة؟ أصبح جمال خاشقجي مثالا للصحفي الذي يدفع حياته ثمنا للصراعات السياسية بين الدول. الكاتب الإصلاحي المثير للجدل والمتعاطف مع الربيع العربي كان مادة دسمة للاستغلال والاستهداف السياسي، وبين قائل إنها جريمة ضد الإنسانية وقائل إنها مؤامرة ضد السعودية ضاع دم الرجل بين القبائل. صدام حسين، قناة الجديدة.